الله زين، ايش رايكم اوريكم فيديو عارضين للشباب نشوفه مع بعض؟ نشوف. خلينا نشوف الفيديو شباب، اعطونا الفيديو. انسى الاماني كلها من تغليك، اتعبتني ما بين روحه وجيه بنسى الاماني كلها من تغليك، اتعبتني ما بين روحه وجيه حسين مشكله ها حسين يعني في فتره من الفترات ما خلى احد يعني بس دائما بس انا بعرف ما زعلت لا ازعل ليش كلش ما زعلت لا بالعكس مغبول حتى لو كانت الحركات شويه اول لا هو اللي محليها والكره وهذا لا داود مغبول يعني وداود مقبول يعني عند المجتمع يعني زين امار ما زين خلينا نكون صريحين مسي عليه بالخير ما اتصل عليك طبعا فنانه كبيره اكيد نوجه لها لا لا قبل يومين مكلمانا اي لا لا ابو حسين حبيب وقبل كم يوم كان عندنا في القناه ما اتصل عليك استاذن مني قال لك ان انا بكان بامانه يمون بس يمون مثل ما تفضل الاستاذ خالد يمون وبالعكس على راسي ولا تنسى انه بعد فنان جميل يعني. وصدمك ها؟ لا والله بالعكس يعني لا انا سعدت بالعكس الواحد يستانس لو ما هي بالاغنيه واصله وموجوده دائما يمكن يقلدها بس ابو حنان في ناس صراحه خلينا نكون صريحين وتصريح في ناس تزعل من يعني المطربين لما تقلد الاغنيه لما تقلد عرف انها موجوده نعم موجوده يعني قول لي مثل داود واللي مثل داود الله يعطي العافيه وطولة العمر هذيلا من الممثلين الناجحين يعني أعمدة الفن يعتبرون عندنا التمثيل ذي صح من بقى ما غلت غلت كل الناس المطربات والمطربين والرأي السعودي فيعني أنت لازم تسعد لما يغني غنيتك أو يقلدها أو شيء معناته أنه ناجحة يعني اللي يسعد هذا ما عنده شغل أنت أنا أذكر طال عمرك الأغنية هذه كانت في الإذاعة في طيران الكويت انا بلغني عنها واحد كويتي وهي كانت تصل على تلفزيون الكويت لا حتى على الطيران الكويتي يعني يحطونها على الخطوط الجويه نعم الخطوط الجويه الله. هو قال لي تقابلت انا وياه في لندن وقال لي قال لي تصور ان اغنيه كم كنت انا احبك موجوده في اذاعه الطيران الكويتي زين ابو عبد الله بس انت زعلت من فايز المالكي لا ما زعلت لما قلدك ما زعلت لا ما زعلت ما زعلت عادي لا ابدا هو فايز المالكي قلدني وبرضه حبيب الحبيب برضه قلدني في اغنيه قالوا تحبه ايه وفايز المالكي في الزار وجاب ناس كبار في السن كبار كبار ما ادري وين جابهم منه خوال ايه 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 يطقون في قدور ايه وين في ابو حنان ما شاف الفيديو ابو حنان ها لا ما شافه يعني ساعات التقليد اذا يعني اذا الاغنيه لما تقلد يعرف انها ناجحه يعني صادق ابو حنان صادق